صباح الخير وأهلا بكم لهذه الحلقة من الحدث، وأضحى مبارك كل عام وأنتم بألف خير. ضيفنا اليوم النائب الدكتور نبيل الأولى، عضو تكتل التغيير والإصلاح. صحيح أننا دخلنا في عطلة عيد الأضحى، لكن المواقف ما زالت كثيرة حول معركة الجرود الأخيرة وتداعياتها، وكان آخر هذه المواقف ما صرح به رئيس الحكومة سعد الحريري من فرنسا بالأمس من أنه هو والرئيس عون سمحا بعبور داعش الحدود اللبنانية باتجاه سوريا. طبعا هذا الموقف يتناقض مع كل المواقف السابقة للمستقبل ولأيضا الكثير من الأطراف الداخليين الذين انتقدوا عملية التفاوض واستنكروا السماح للدواعش بعبور الحدود اللبنانية السورية. كثير من الأسئلة تحوم حول هذا الموضوع، حول ما جرى وحول المرحلة التي نحن مقبلون عليها على جميع المستويات، وأيضا على مستوى العلاقة اللبنانية السورية بموضوع النازحين، بموضوع التجارة، وعلى أكثر من صعيد. أيضا النقاشات السياسية حول ما ينتظرنا في الانتخابات الفرعية وفي الانتخابات العامة النيابية المقبلة، الكثير من الأسئلة نطرحها على ضيفنا الدكتور نبيل الأولى، فتابعونا. صباح الخير دكتور نبيل، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله بينعاد عليك. وعليكم وعلى كل اللبنانيين. طبعا يعني قلنا انه في كثير عناوين، لانه في كثير مواقف وفي كثير مواقف متناقضه، يعني لدرجه انه لبنان اليوم بضيع مين يلي مع التفاوض مع داعش ومين يلي ضد هذا التفاوض، ما هي حقيقه المواقف، من الذي يقول الصدق ومن الذي يضلل. كثير من الاسئله اليوم بدنا نحاول انه نجاوب عليها في هذه الحلقه، ومثل ما قلنا كمان رح نمر على كل المواضيع السياسيه، لانه صحيح التهينا بالفتره الاخيره بالمعارك وبالموضوع الامني وقضيه العسكريين، وانما ايضا نحن مقبلون على مرحله انتخابات فرعيه، ما حدا عم يجيب سيرتها، انتخابات نيابيه يشكك في امكانيه اجراءها، وبالوقت نفسه في ماكينات انتخابيه عم تشتغل ومصالحات سياسيه عم تحصل. كل هالأسئلة مطرحة عليك بعد موجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميلة ميشا. صباح الخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي يتقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها، وأن مسلحي داعش يهربون من مناطق دير الزور والقوات السورية تضيق الخناق عليهم في حماة. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هزيمة داعش في منطقة دير الزور ستصبح هزيمة استراتيجية للتنظيم الإرهابي في سوريا. من ناحيتها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها انتزعت السيطرة على آخر مناطق مدينة الرقة القديمة من تنظيم الدولة الإسلامية. قال مدير الميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الكونغرس نحو 8 مليار دولار كمبلغ مبدئي لجهود إزالة آثار الإعصار هارفي. ومع انحسار بعض المياه عقب الرياح والأمطار المدمرة للإعصار هارفي، تزايدت التقارير عن محترفي الغش والاحتيال الذين يستغلون الضحايا، إذ تلقت السلطات في تكساس أكثر من 1900 شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار والاحتيال. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها شكلت قوة مهام لمكافحة الغش والاحتيال، وتشمل المدعي العام لتكساس ولجنة التجارة الاتحادية ولجنة الأوراق المالية والبورصات وغيرها. قالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت رجلاً قرب برج إيفيل في باريس ليلة الجمعة بعد أن تحدثت تقارير إخبارية عن حالة استنفار أمني. وقال مسؤول بشرطة باريس أن شخصاً اعتقل وأن الحادث انتهى، مشيراً إلى أنه لم يكن مسلحاً وأن التحقيقات مستمرة. عاد الحجاج الإيرانيون لأداء مناسك الحج هذا العام للمرة الأولى منذ واقع التدافع الدموية في عام 2015، وأعرب الحجاج الإيرانيون عن رضاهم عن سير المناسك. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله: إذا عاد حجاجنا راضين، وإذا تصرفت السعودية بما ينسجم والأطر الدينية والدولية، أعتقد أن الوضع سيكون مناسبا بشكل أكبر
لحل القضايا العالقة. ختام الموجز، عودة إلى الحدث والزميلة كاترين وضيفها. شكرا لك ميشا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ارحب فيك من جديد ايضا دكتور نبيل الاولى، اهلا وسهلا فيك. انا في تكتل التغيير والاصلاح. دكتور، بدي بلش من موقف الرئيس الحريري يلي اعلنه من فرنسا بالامس، يلي كان موقف كثير لافت وقد يعني يضع حدا فعلا لكثير من التساؤلات، انه هو والرئيس عون وافقوا وسمحوا انه تمر داعش من الحدود اللبنانيه باتجاه سوريا، بوقت انه كثير مواقف من المستقبل نفسها ومن ايضا حلفاء لكم واطراف داخليين كانوا عم ينتقدوا بشده هذا الموضوع. كيف فينا نفهم هون حقيقه ما جرى؟ يعني اولا بدك تسمحي لي بكلمتين، يعني بمناسبه عيد الاضحى بتمنى يكون عيد مبارك على كل اللبنانيين، وبتمنى كمان على بعض السياسيين بالبلد لو بيضحوا بتصريحاتهم الغير مجدية وجربوا قد ما فيهم انه يخففوا من التشكيك، لانه هذا الشيء ما بيحمي ابدا لا السلم الاهلي ولا اهالي عرسال، يلي اليوم هيدي المنطقة تعتبر منطقة منكوبة، ومن المفروض كلنا سوا والدولة اللبنانية ككل إن اليوم تكون قريبة من أهالي عرسال وأهالي هالمنطقة المنسية من قبل الدولة منذ سنوات. اللي إذا بنرجع شوي صغيرة بالتاريخ بنعرف إنه من سنة 1958 هالمنطقة هيدي كان يجي لأنه منطقة فقيرة من 58، وهالمنطقة هيدي منطقة منكوبة والدولة اللبنانية ناسيتها، وكل عمرها هيدي المنطقة تجلب العصابات لانه الدوله منا موجوده فيها، واول شهيد سقط للجيش اللبناني بهالمنطقه هيدي هو الملازم اول بنوا بركات، سقط سنه 58 خلال عمليه كان عم بيقوم بعمليه حفظ الامن وتعرض وقتها لبعض المسلحين. يعني مسلحين يعني من اهالي عرسال؟ عصابات، مش ضروري، لا 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 مش ضروري من اهالي، ما هي المنطقه منطقه منكوبه، يعني بيجي عليها من مكان، الدولة كانت ناسيتها لهالمنطقة. وبعدين المفروض اليوم كدولة انه صحيح تحررت الجرود، ولكن هالمنطقة هيدي مفروض انه يكون في تواجد للدولة على كل الأصعدة وخصوصا على الصعيد الانمائي. لمن بنعرف انه في رجل من بعتقد من المنطقة، انا ما بعرفه بس سمعت عنه وشفت اشياء كثيرة عملها بالمنطقة، اللي هو جورج غنام بعتقد، اللي كان عنده مزارع بهالمنطقة هيدي واليوم اخترب بيته لهالزلمة، واللي كان عم بيقوم بعملية انمائية كتير كبيرة وعم بيشغل كتير ناس من المنطقة، هذا الزلمة اليوم صار مثل ما بيقولوا مخروب بيته. هون لازم الدولة اليوم انها تقوم بمساعدة الناس واهالي عرسال لحتى اللي بدل ما تنفتح مدينتهم على العصابات وعلى الارهاب تهريب نعم. هلا بالنسبه لموضوع بدنا نشير انه لما طلع رئيس الحكومه سعد الحريري مؤخرا وزار عرسال، يعني بوقتها قد ايه صار في ترحيب، وقالوا انه اول زياره، يعني اول رئيس حكومه يقوم بزياره عرسال منذ الاستقلال. منطقه منسيه من قبل الدوله اللبنانيه كل عمرها منطقه منسيه، يعني المنطقه الشرقيه من لبنان والحدود مع سوريا كل عمرها كانت مناطق منسية من قبل الدولة اللبنانية. يعني نتأمل اليوم بعد ما الجيش اللبناني أصبح في على الحدود هونيك أنه الدولة اليوم مش بس بالسلاح، مفروض أن الدولة كمان تكون موجودة بكل إداراتها وخصوصا الإنماء، نعم. لأنه منطقة منسية من قبل الدولة، نعم. بالعودة للموضوع بالعودة لموضوع عملية التفاوض التي حصلت، أولا عملية التفاوض اللي أخذت كل هالضجة وخصوصا من الناس زيتون اللي بال 2014 كانوا يقولوا واللي خونوه للوزير فايز غصن بهذاك الوقت، وقت اللي قال انه في قاعده في هذه المنطقه، خونوه صاروا يطلعوا جحافل لفوق نواب وغير نواب انه تأييدا لاهالي عرسال وتأييدا لهذه المنطقه وانه منطقه خاليه ما فيها لا مسلحين ولا فيها حدا، وهيدا اسمه الدولة اللبنانية عم بتقوم وبعض الوزراء عم بيقوموا بعملية اعتداء على عرسال يعني هود الناس زيتون اليوم عم بيحكوا عن قصة انه الارهابيين كيف ظهروا من لبنان. طيب
مين فوتهم على لبنان اساسا؟ هودي ظهروا لانه صار في معارك والجيش اللبناني قام بمهمته على افضل ما يرام. طيب هودي الناس وصلوا لمطرح وين بده يروحوا؟ بده يهربوا. وين بدهم يهربوا؟ على سوريا، لانه كمان موجودين متواجدين بسوريا. طيب في شغله من اثنين، اذا نحن بدنا نكفي المعركه معهم، طيب بنكفي المعركه بيسقط لنا كم شهيد كمان، ولكن بالنهايه رح يروحوا للجهه السوريه. وبما انه حضرتنا كدوله لبنانيه نرفض، يعني شوف الشهامه والكبرياء عن اللبنانيين، التنسيق مع سوريا، التنسيق مع سوريا، عرفتي شو؟ طيب اكيد راحوا على سوريا، وهون السوريين عملوا مصلحتهم وما يلائم مصلحتهم للسوريين عملوها. نحن لو انه في تفاوض او في نوع من التنسيق مع الدوله السوريه ممكن كنا نقول للسوريين لا انت من المال ونحن من المال، حتى لو بده يسقط لنا شهداء بعد نقضي على داعش نهائيا. ولكن بس هون نحن كدوله، ما هون كمان في شيء مش مفهوم. صحيح نحن رفضنا رسميا التنسيق مع سوريا، ولكن كمان يعني بمكان من الامكنه كان في دور للواء عباس ابراهيم عسكري. يلي هو مكلف من الدوله، كان دور عسكري. عسكري نعم، ولكنه يعني طبعا مكلف دور من الدوله اللبنانيه. يعني بدي اقول لك شغله، ما في من بقرار ذاتي يروح يعني يشارك بهذا الموضوع. عاده الجيوش في بتكون عم بتحارب وفي ناس سياسيين بيكونوا عم بفاوضوا، العسكري بحارب، العسكري ما بيفاوض. هلا ني المهم اللي قام فيها اللواء عباس مشكورا كان حفاظا على دماء بعض العسكريين، لانه عارف انه النتيجه اللي رح نوصل لها انه هودي رح يفلوا على سوريا. ايه بس ما كان مكلف بقرار سياسي يعني؟ لا، ما منه مكلف بقرار يتفاوض مع السوريين، كان مكلف مع اذا بدك الجيش السوري انه هودي ما يرجعوا على لبنان لا اكثر ولا اقل. ولكن التفاوض بمعنى التفاوض السياسي ما كان مكلف اللواء عباس ابراهيم. وعلى كل حال لو بقي الجيش اللبناني كمل طريقه، طيب شو كانوا رح يهربوا على سوريا؟ وبما انه نحن والحكومه السوريه ما في تنسيق مع بعضنا، كيف انا بدي السوريين يجوا يقولوا لهم لا وقفوا يا جماعه بدنا نشوف الدوله اللبنانيه شو بدها، لما الدوله اللبنانيه عم ترفض ان تحكي مع الحكومه السوريه؟ وهذا الغباء. بس كان في حزب الله هون ايضا يعني موجود، والدوله اللبنانيه عم تحكي مع حزب الله وتنسق معه الدوله. لا بدي اقول لك شغله، هلا ني سمحت السيد بعتقد قبل كم يوم نبه لهالامر، هيدا قال لهم يا جماعه يا دوله لبنانيه خلص هيدا الغنج والدلع خلص، يا اما الدوله اللبنانيه بدها تشد حالها وتتفاوض مع السوريين ان كان بالنسبه للنازحين او كان بالنسبه للارهابيين او التفاوض تحت الطاوله. الدوله السوريه ما بقى مستعده انها تفاوض من تحت الطاوله، يا بتفاوضوا من فوق الطاوله بتشوفوا مصلحه البلدين وينيه، او السوريين رح يعملوا مصلحتهم بدون ما يفكروا بمصلحتنا. وين كانت مصلحتنا نحن؟ مش ننسق مع السوريين؟ ليه ما نسقنا؟ شو هي الاسباب؟ 43 دوله اجوا على معرض دمشق الدوله، الامريكان من تحت الطاوله هلا ني عم بجربوا يرجعوا على سوريا، الفرنساويه انا قبلت كم سيناتور فرنساوي ما من مجلس الشيوخ اجوا يسالونا كيف الطريقه يلي بيقدروا اذا من خلال لبنان يقدروا يرجعوا على سوريا. يعني كل بلدان العالم عم بتجرب اليوم ترجع على سوريا، كل الناس راجعه من الحرب ونحن رايحين. يعني نحن بدنا نعادي سوريا وعندنا على ارضنا مليوني سوري نازح، طيب هودي كيف بيرجعوا على سوريا اذا ما نسقنا مع سوريا؟ يعني هون هلا بدي احكي بموضوع التطبيع والعلاقه مع سوريا بعد شوي. فاذا الكلام اللي حكاه بعتقد الرئيس الحريري عن انه كان في تنسيق مع رئيس الجمعه فخامه الرئيس من اجل خروجه من لبنان، ايه بقول لك كان شيء جريء اول شيء اللي قام فيه. بس يناقض ايضا يعني تصريحات تيار المستقبل وتصريحات النواب بالمستقبل، يعني بالنهار ذاته يعني كنا عم نسمع مثلا الدكتور محمد الحجار نائب في كتله المستقبل عم بيقول انه يعني عم يرفض هذا الموضوع، وانه اليوم الارهابيين يلي قتلوا عسكريين وفجروا اللبنانيين راينا حزب الله يفتح لهم الحدود السوريه في الوقت الذي كان الجيش اللبناني يعد العده للقضاء عليهم.
بعد شوي بيطلع الرئيس حريري وبيقول هذا الكلام، وكانت كتلة المستقبل ردت على سيد نصر الله أكثر من مرة ببيانات عنيفة. فهون يعني كيف نفهم، هل هو انفصام؟ هل هو توزيع أدوار؟ هل تيار المستقبل اليوم محرج لا يريد يعني الإساءة إلى علاقته بالمملكة العربية السعودية اللي معروف موقفها من النظام السوري، وبالوقت نفسه لا يريد الإساءة لعلاقته بالحزب؟ شو خص الموقف من النظام اليوم بقصة الإرهابيين؟ ليش هود الإرهابيين بيطبعوا للسعودية لحتى إذا صار في تفاوض مع السوريين على هود الإرهابيين؟ يعني هيدا بيزعج المملكه العربيه السعوديه؟ ما بعتقد. لا يعني كون حزب الله حليف النظام وهذا الكلام هو نوع من الدفاع عن الحزب. نحن بلبنان ملكيين اكثر من الملك، هي اولا. ثانيا بالنسبه لتيار المستقبل، انا قلتها من زمان انه في مشكله بتيار المستقبل. هناك عده اجنحه صارت بتيار المستقبل. ويمكن من احدى الاسباب يلي ممكن انه ما يصير في انتخابات فرعيه هي هذا السبب، لأنه صار في عدة أجنحة بتيار المستقبل. هل هي عدة أجنحة أم توزيع أدوار دكتور؟ ما بعتقد توزيع أدوار، ما بعتقد توزيع، وأنا بعتقد أنه الرئيس الحريري جاد بأنه يطوي هالصفحة هيدي، ولكن اللي حواليه بعضهم قلت لك ملكيين أكثر من الملك، وبعضهم بعدين البعض منهم دخلك قبل وقت صارت قصة عرسال و اللي توفوا بعض الارهابيين توفوا بصوره طبيعيه، توفوا قامت القيامه بالبلد انه كيف هيدا اعتداء وهيدا ما بعرف شو، لانه بوقتها يعني تم توقيفهم، وخلال توقيفهم والتحقيق معهم يعني الوضع مختلف، بس كان في معركه. بدي اقول لك شغله، شكل البعض عم بيقول انه كنتوا قضوا عليهم يعني بارض المعركه، لو الجيش عليهم كانت قامت القيامه انه كان في مجال تفاوضوا معهم وتكونوا فلوا، ليه عم تقتلون؟ هي ضد الانسانيه وضد حقوق الانسان. هودي اللي توفوا إذا بيعرفوا شوي صغيرة وبيسألوا شوي صغيرة حضارات اللي بيطلعوا بيعملوا مداخلات، هودي ناس عايشين على الحبوب. مجرد أنك توقفي عنه الحبوب أكيد أكيد بدوا يعملوا جلطات. فيك تسألي أي طبيب بهالموضوع هيدا. هودي جماعة عايشين على الحبوب، وشافوا لما طلعوا امبارح على الجول شافوا أنه الكمية الهائلة من الكبتاجون اللي كانت عندهم. ما هودي الناس صاروا بحاجة، بما أنه ما قدروا حصلوا على هذه الحاجة بيعملوا جلطات دماغية أو جلطات بالقلب أو غيره بيتوفوا. وقامت القيامة على الجيش اللبناني، صار بدهم يحاكموا الجيش اللبناني. تأملي، إرهابيين اعتدوا على الجيش اللبناني وقتلوا من العسكريين، وبدهم أنه شو؟ أنه يحاكموا الجيش اللبناني. بس هونيك أرض معركة يعني كان الوضع مختلف. فلوا يا هل ترى الجيش اللبناني هو اللي فللهم ولا هربوا على الجهة السورية؟ مش كانوا بلبنان وفللهم من لبنان بواسطة باصات لبنانية أو غيره، راحوا للجهة السورية. طيب نحن ما في تنسيق بيننا وبين الدولة السورية، كيف أنا بدي أعمل؟ بدي هون بالعودة لموقف السورية شو لازم يعملوا؟ نعم، بالعودة لموقف المستقبل، يعني كونكم اليوم حلفاء على درجة عالية من التنسيق، يعني ويمكن كلام الرئيس الحريري بالأمس كمان بيأكد أنه حتى بهذا الموضوع الأمني والعسكري في اتفاق وتوافق كامل بين الرئيس الحريري. الرئيس عون، نعم، معنا عم بتميز هون يعني بين الرئيس الحريري وليس مع تيار المستقبل. أكيد. نعم أكيد. ولكن برأيك هون الرئيس الحريري عن اقتناع أم كما يرى كثيرون هذا جزء من التسوية التي أتت بالرئيس عون رئيسا للجمهورية وأتت به رئيسا للحكومة، والتي يعول أن تأتي به لاحقا رئيسا للحكومة المقبلة بعد الانتخابات؟ أنا بعتقد أنه هذه من ضمن مصلحة لبنان. بعتقد الرئيس الحريري اليوم حاطت قدام عيني نصب عيني حاطت أنه المصلحة اللبنانية، هاللي صار كان من أجل المصلحة اللبنانية، وكفى تشكيك الكامب بالجيش اللبناني او بالطريقه اللي تعاملوا فيها بهالمعركه هيدي. في مصلحه لبنان، مصلحتنا نحن كنا ينزلنا بعد اكثر عسكريين، لانه كانت اساس المعركه ما نعرف مصير العسكريين. بتعرفي مصير العسكريين اذا قضيت عليهم هودي اللي موجودين، مين بده يقول لك وين موجودين العسكريين اللي اليوم يعني اكثر الظن انه استشهدوا؟ نعم. فبقى هودي كيف كنا قادرين نعرف لو بدنا نروح ونقضي على الدواعش اللي موجودين؟ رغم هيدا وكله عم بقول لك نحن من مصلحتنا انه نخفف من سقوط الشهداء، واحد، اثنين نعرف مصير العسكريين،
ثلاثة خروج المسلحين من لبنان، ثلاث اشياء تحققت. نعم طيب، بس هون مع الرئيس الحريري انتم اليوم مش متفقين على موضوع العلاقة مع سوريا وموضوع التنسيق، لان شفنا تصريحات مش من تيار المستقبل، منه شخصيا ترفض هذا الامر. طيب عال. وهذا موضوع اساسي، وهلا بدنا ندخل بمرحله جديده، يمكن نرجع في هذا الخلاف نكون على اكثر يعني اكثر من مره على تماس طيب بهذا الموضوع. في هذا الخلاف مجرد بدي اقول لك شغله، مجرد الارهابيين عرفوا انه ما في تنسيق مع الدوله السوريه، وعرفوا انه في حال بقيوا يحاربوا من الاراضي اللبنانيه، واذا صاروا أسرة عرفوا انه ما بيعرفوا شو راح يكون مصيرهم، فضلوا انه يروحوا على الجهة السورية اللي ممكن انه من الجهة السورية مثل ما صار مع اللي قبلهم، انه ممكن انه يحافظوا على ما تبقى من حياتهم. وتاني شيء بعدهم بخلاف، بعدهم بمعارك مع السوريين ما انتهت، يمكن فلوا من جرود لبنان بس رايحين على محل تاني، بعدهم ما زالوا بمعارك. لا وهلا الامريكيين عم بيهددون، بدهم يقصفون اذا بدهم يقطعوا المناطق في مشكله مع العراق. لازم طيب يسقط بعض اكثر لإلي شهداء وغيره، والنتيجه رح تكون زيتها. ممكن انا اقصد انه كنت اقصد بالسؤال انه موضوع التنسيق مع سوريا يعني بعده ما اقفل، ما صار في اجماع على هذا الموضوع، وفي خلاف شوي اساسي بين الرئيس الحريري والرئيس عون بهذا الموضوع. شوي في تباين، شوي شوي بيقتنع الرئيس الحريري انه التنسيق مع سوريا هي لمصلحة لبنان أكثر من ما هي لمصلحة سوريا. قلت لك سوريا آخر همها اليوم، لأنه مش لبنان هو اللي رح يعطي الحكم السوري أو النظام السوري رح يعطيه شرعية. العالم كله، هذا امبارح ماكرون أعطى شرعية للسورية، ترامب قال أنه محاربة الجيش السوري خط أحمر، ما بده يحارب الجيش السوري، انه نحن اللبنانيين وحدنا بنقوم المئتي يعني. انتم هون كتيار وطني حر خلص دخلتوا بموضوع التنسيق علنيه وبشكل كامل، اتخذ القرار، لان يعني شفناكم مثلا باخر مره لما صار في موضوع زيارات تميز موقف وزير الاقتصاد بيومه ما راح على سوريا، احترم انه ما صار في موافقه رسميه من الحكومه، ولكن بعدين شفنا مثلا بالنسبه لهذا الموضوع بالذات انه وزير الاقتصاد هلا عم بيحكي انه بده ينفتح معبر نصيب وبده يصير في تواصل وفي زراعيين وصناعيين وما الى ذلك. وزير اقتصاد، لما وزير الاقتصاد شايف انه من مصلحه لبنان التعاون مع الدوله السوريه بيقضي على اقتصادنا، لانه نحن ما بدنا نتعاون مع السوريين وغيرنا عم بيركض ركض اليوم تيروح على سوريا، ليش ما بنكون نحن الاوائل، وخصوصا هي الرئه الوحيده اللي بنتنفس منها. بس هون يعني مثلا لما باخر جلسه لما راحوا هو ما راح على سوريا، شو تغير؟ حفاظا كان على التفاهم الحكومي. طيب بطل محافظ هلا على هذا التفاهم؟ شوي شوي الامور عم تهدى، وبطريقه مثل ما بيقولوا كثير هينه، رح الكل يقبله، رح يرجع التعاون، لانه مش معناتها حبا نحن بالنظام السوري او لا، هي حبا بمصلحه لبنان. اليوم عندك، بدي اقول لك شغله، اليوم عندك البطاطا، طيب وين بدك توديها اليوم؟ الموز اللبناني، البطاطا، طيب وين؟ كيف بدك تصرفيها؟ مين عم ياخذهم منك؟ اذا ما نحن تعاوننا مع السوريين، طيب وين شو؟ كيف هودي المزارعين المعطرين ووضعنا الاقتصادي، وشفنا من بعد سلسله الرتب والرواتب شو اللي صار، الفضيحه الكبيره اللي عم بتصير اليوم بالبلد. فبدنا نقضي على بلدنا، وبدنا نقضي على اقتصادنا، وبدنا نقضي على عسكرنا وكله سوا، بحجه انه ما بدنا نحكي مع السوريين. ليه ماذا نحكي تقول مع السوريين؟ لحلفائك ليه عيننا سفير، ليه عيننا سفير بسوريا اذا ما بدنا نحكي مع السوريين؟ وهذا السفير بده يقدم اوراق اعتماده لمين؟ مش لرئيس الاسد. وهو لا يمثل الدوله اللبنانيه، لا يمثل رئيس الجمهوريه والحكومه اللبنانيه، لك شو هالتناقض هيدا؟ لا المعارضون عم يستندون الى موقف مبدئي سيادي بشكل اساسي. شو انه الموضوع التنسيق مع سوريا يعني. شو السياده؟ وين السياده؟ ماني فاهمين شو السياده؟ انه سيادتهم شو يعني؟ انه استنادا لتاريخ العلاقه السيئه بالمراحل الاخيره وبالسنوات الماضيه مع النظام بسوريا، نعرف انه في كثير قضايا عالقه بينه وبين سوريا، البعض كمان عم بيحذر يمكن دول اخرى تعاقب لبنان على هيدا الانفتاح على سوريا، عم نسمع هذا الكلام. ليش هن هالقد؟ ما هن كانوا كل عمرهم قاعدين بحضن سوريا، ليش اليوم انقلبوا على سوريا؟ بس يفهمونا ليش.
ما كانوا قاعدين بحضن سوريا. هودي كلهم اليوم اللي عم تشوفين على الساحة اللبنانية واللي عم بيحكوا اليوم ضد سوريا، ما هن صنيعة السوريين، مش صنيعتنا نحن، هو صنيعة السوريين. رأس الحرب بهالموضوع مثلا القوات اللبنانية، فيك تحطهم بهيدي الخانة يلي كانوا بحضن السوريين بعتقد مثلا؟ بعتقد انه وهن كمان خلفاء لألكم. بدي اقول لك شغله، بوقت بعز دين اللي نحن كنا خارج البلد ومنفيين من البلد، بعتقد كان في علاقه بين السوريين وبين القوات اللبنانيه. كيف هو بالدكتور جعجع دكتور جعجع ما راح يعني؟ دكتور جعجع ما راح على سوريا وعزى بوالدته ل او بابنه بس بعدين ما رجع كمان قضى 11 سنه تحت يعني بزنزانه تحت الارض. يمكن لو يقبل يعمل وزير كانت كثير القصه، بس هو ما بده يعمل وزير لانه كان شايف انه هو قال منفوت على الطائف مننقلب على الطائف، فات على الطائف. الفوت على الطائف كان بالاتفاق مع مين؟ مش مع السوريين. لما نحاول يخرج صار اللي صار، بس ما في يقول ما فيني اجي انا اليوم فوت الدب على كرمه وبعدين اقول انا ليش صار هيك. هن فوتوا الدب على لبنان، فوتوه على لبنان. كيف صارت عمليه تهجير العماد عون من السلطه بهداك الوقت؟ مش بمؤازره من الكل، من هاو كل اللي عم بيحكوا اليوم. بس على اساس هذه الصفحه طويت، يعني ما بنتوقع منكم اليوم كتيار وطني حر ترجعوا لا هون بالعلاقه يعني مع القوات اللبنانيه. العلاقه ما خصت نحن بالعلاقه، عم نقول لك نحن بدنا افضل العلاقات مع القوات اللبنانيه، بس ما حدا يزيد علينا بالقضايا الوطنيه، ما حدا يزيد علينا. نحن تهجرنا، نحن اكلناها ما اكلناها بمدة 15-16 سنه بالوقت اللي غيرنا واللي اليوم عم بيحكوا. هلا يمكن القوات اللبنانيه ما كانوا بيناتهم، ولكن هودي كانوا عم بيستفيدوا من الوضع السوري اللي كان موجود بلبنان ومن الاحتلال السوري اذا بدهم للبنان. نعم. طيب ليش هلا نيه صار بالنسبه لهم حتى بال 2005 وعند عوده العماد عون؟ مع مين هن اتفقوا؟ مع مين اتفقوا؟ مش اتفقوا عملوا الحلف الرباعي؟ شو كان الحلف الرباعي؟ مش هن البقايا اللي كانوا هيدي تحالفات انتخابيه. هلا ما عم نشوف الدنيا كلها عم تنقلب بتكون في انتخابات ساعة البدن يعني، ساعة البدن تحالفات انتخابيه، ساعة البدن بصيروا وطنيين، ساعة البدن لا هيدي لا يحكم الوطن بهذا الشكل. دكتور هلا ما الكل هيك، لانتم ما هلا ما صرتوا حلفاء للمستقبل. طيب ما فاذا يعني اليوم التحالفات بتتقلب يعني مع حسب المستقبل، ليست تحالفات انتخابيه، هيدا الفرق. نحن تحالفاتنا مع كل اللبنانيين من 2004 العماد عون بعد ما كان بالسلطه فخامه الرئيس اليوم مد ايده للكل. ليش؟ لمصلحه لبنان وليست لمصلحه انتخابيه، هيدا الفرق بيننا وبين غيرنا. نحن بهمنا مصلحه لبنان. انا شو بينفعني اليوم اذا عديت سوريا؟ بدي اعمل البلوس الو موا. نعم. طيب هون نعم ما جاوبتني على فكرة اللي هني عم بيحكوا فيها يلي معارضين هذا التنسيق، انه قد نعاقب بالإساءة لعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية. البعض بيقول انه الامريكيين قد يوقفون المساعدات للبنان وللجيش اللبناني، يعني نسمع الكثير من التهويل على هذا المستوى بالذات. بكره افترضي صار اللي صار والامريكان رجعوا عملوا علاقات مع سوريا والمملكة العربية السعودية رجعت كمان عملت، لقيت من مصلحة المملكة العربية السعودية انها ترجع تقوم بعلاقات مع السوريين، شو بنعمل نحن؟ شو بنعمل؟ نكون ذنب يعني؟ عم بقول لك نحن المشكلة منا حبا بالسوريين او بغضا بالسوريين، انا حبا بلبنان، حبا بمصلحة لبنان، انا كلبناني وين مصلحتي؟ مصلحتي اني عادي سوريا؟ طيب اذا ما عاديت سوريا شو بدي يصير؟ رح يجيني كل المغانم يجوا على لبنان؟ هيك الامريكان بدهم يعاقبوا حزب الله، مزبوط ولا لا؟ بين السوريين وبدون السوريين. لا بنحكي عن موضوع المساعدات للجيش. عم بقول لك الامريكان بدهم يعملوا مصلحتهم بده يضربوا حزب الله كرمال اسرائيل، مزبوط؟ نحن شو استفدنا كلبنانيين من هالموضوع هيدا؟ فاذا ليه ما بفتش على مصلحتي انا، مصلحه بلدي، وبكون عندي علاقه جيده مع الكل، ولكن خلي يعرفوا الكل انه لبنان ما بيقدر بقى يكون ذنب، ما بيقدر بقى يكون اليوم الترين مثل ما بيقولوا الفرنسوية متعلق ببعض الدول انه شو بيعملوا بيمشي وراهم. لا، اليوم نحن بعهد جديد، اليوم في رئيس جمهورية قوي، اليوم في صار في نوع من التفاهمات اللبنانية
اللي عطت رئيس قوي وتفاهمات اعطت نعم. قوة اكثر للعهد. ولكن ان اليوم في الرئيس هل يمكن ان يكون هو ومعه لبنان، يعني كونه رئيس الجمهورية بمحور معين، هل يمكن يعني لهذه المواقف ان تجعل لبنان مصطفا في محور معين ضد محور اخر؟ لا، نحن عم ننقي بنفسنا عن كل المشاكل وعم نعمل مصلحة بلدنا. هيدي يعني هيدي اهون شيء بوصف لك اياه. انا اليوم بنقى بنفسي، لا بدي سياسة امشي مع الامريكان ضد سوريا، ولا بدي امشي مع السعوديين ضد سوريا، ولا بدي امشي مع السوريين لا ضد امريكا ولا ضد السعوديين. فاذا انا بدي احط حالي بمطرح وين مصلحة بلدي. 80 مليار دولار ما حدا حيعوضن علي، ما حدا يحلم. لا الامريكان رح يعوضون علي، ولا السعودية رح يعوضون، ولا اي دولة بالعالم. فاذا اذا انا اليوم كلبناني ما فكرت بمصلحة بلدي، فكرت انا كيف بدي اقدر شجع اقتصادي انا تارجع يقوم هالناس من الكبوة اللي عايشين فيها، اذا ما قدرت اني انا اعملها هيدي معناتها انا بكون مجرم بحق بلدي. لماذا الوزير السعودي المفد السعودي الوزير السبهان لم يلتقي الرئيس عون؟ هل هناك استياء سعودي من مواقف رئيس الجمهورية؟ ما هذا الشيء بدي اقول لك شغله، هالشيء ما بيعنينا. بيحب يقابل فخامة الرئيس، شيء منيح. وما بيقابلوا، هن حرين السعوديين، ما رح نقعد بلا اكل. يعني هون يعني باطار الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، انه هل يمكن ان يكون البعض يرى انه لبنان اصبح اقرب الى محور معين؟ ما بعتقد هذا السبب، على كل حال الكل بيعرف انه بلبنان مش رئيس الجمهوريه وحده اللي بيعمل سياسه الدوله. في مجلس وزراء كمان موجود هو. شو رح يصير بمجلس وزراء يعني بظل كل هذه الانقسامات؟ هل بامكانه تخطي وتجاوز كل هذا التباين حول موضوع اساسي يعني مثل العلاقه مع سوريا؟ بكره حتشوفي انه رح كلهم سوا يمشوا بالصف والامور رح تمشي مثل ما رح يمشوا او رح تضل الحكومه هيك يعني تتعاطى مع الموضوع وكأن شيئا لم يكن، يعني وكأنها عم تدفن راسها بالرمل مثل ما شفنا موضوع الزيارات الى سوريا، واللي بده يروح انا بدي احط بصفته الشخصيه، انا بدي احط نوع من البرام قدامي، بيلون قدامي، وشوف وين السلبي وين الايجابي، وحطهم قريب. اذا لقيت انه الايجابيات اكثر من السلبيات، انا مصلحه بلدي اني اروح مع الايجابيات. اذا السلبيات اكثر بروح مع، ساعتها بعمل اللي لازم ينعمل. فلهالسبب هيدا التعاون او التنسيق مع سوريا، لانه النظام السوري مع مين بدك تتعامل بسوريا؟ ما طيب بسوريا يا بدي اتعامل مع النظام السوري او بدي اتعامل مع الدواعش، مع مين بتعامل؟ ما عندي حل ثالث. هذا الشيء بينطبق على موضوع النازحين كمان السوريين. بدون النظام السوري كيف بدهم يرجعوا السوريين؟ اليوم في تغريده للوزير جبران باسيل حول هالموضوع، يعني بينتقد يلي ناطرين رحيل الرئيس الاسد لحتى يحلوا هيدا الموضوع. لا، اللي ناطرين ابشع كمان، اللي ناطرين او ضوء اخضر، اللي ناطرين الامم المتحده ضوء اخضر دوله. ايه، ما عم بقول لك ناطرين الامم المتحده. خلينا نتذكروا القضيه الفلسطينيه من سنة 48 ونحن متكلين على الأمم المتحدة إنه الفلسطينيين يرجعوا على بلدهم. وين صاروا الفلسطينيين؟ في كم واحد أجنبي إجوا لهون، أوروبيين وغيره، عم بينصحونا إنه هودي اتركوهم عندكم، أنتم بحاجة لديد عاملة، وأنتم بحاجة لكذا وكذا، ونحن بنعطيكم مساعدات شرط إنه تتركوهم على أرضكم. ما حدا عم بينصحنا إنه هودي لازم يرجعوا على سوريا. إذا ناطرين الإخوان إنه العالم مش عم بيقدر ينام لانه النازحين موجودين عندنا بسوريا، بيكونوا كثير غلطانين، وبيكونوا كمان عم بيتاخروا مره ثانيه. لو انه من 2014 2013 يسمعوا اللي نحن قلناه عن قصه النزوح السوري الى لبنان، ما كان عندنا هالمشكله. اتهمنا وقتها انه نحن عنصريين. ليه؟ لان قلنا لهم بفوت النازح، بيكون نازح، بصير مطالب، لانه طيب نزح وبعدين بده يصير مطالب. بعد ما يصير مطالب شو بده يصير؟ بده يصير ارهابي، لانه بده يطالب تيحصل على حقوق، لمن ما في يقدر يامن معيشه عائلته بده يسرق، ومن بعد بس يسرق بده يصير مجرم، ممكن يقتل تيسرق. فبقى هودي ما بيعرفوا التسلسل اللي بتصير فيه عمليه هون بهالاطار. كيف شفت الموضوع من الناحيه اللي تمت معالجته بالامس مع الرئيس الفرنسي، يعني بين رئيس الحكومه والرئيس الفرنسي؟ بعد ما توضحت كثير الامور. على كل حال بالنسبه للزياره، يعني
وانا اللي بعرفه انه الفرنسيين كان عندهم موقف مثل الموقف الامريكي. هلا اني حسب ما عم نقابل بعض السياسيين الفرنسيين وخصوصا المقربين من ماكرون، لا عندهم غير فكر، صار انه لا هلا منا اولويه السياسه الفرنسيه اليوم هي رحيل بشار الاسد، الاولويه اليوم القضاء على داعش والارهاب. فبقى مشان هيك بقول انه النازحين مفروض يرجعوا على بلدهم. صار في اكثر من 3/4 الاراضي السوريه منطقه امنه وتحت النظام السوري، يلي هن ضد النظام. ايه يلي هن ضد النظام. طيب بيروحوا للمنطقه اللي فيها الناس اللي ضد النظام، في مناطق بالتنسيق مع النظام. هن بيروحوا مع النظام، بينسقوا مع داعش، بيعملوا اللي بدهم اياه. بس انا اليوم اذا عندي نازحين سوريين واكثريتهم، بدي اقول لك شغله قال لي اياها واحد من يومين، قال لي بتعرف؟ قلت له شو؟ قال لي نحن على عيد الميلاد بتلاقي شغيله بيشتغلوا، على عيد الاضحى وعيد رمضان ما بقى تلاقي البلد كله بسكر. ليه؟ لانه نحن اليوم اقتصادنا بنيناه على العمال السوريين بلبنان. شوف العدد الهائل من السوريين اليوم يلي راحوا على سوريا، انا ما بفهم كيف نازح وبيروح على سوريا بعيد وبيرجع، بعيد بسوريا وبيجيب معه اغراض من سوريا وبيجي على لبنان، وهيدا نازح لا بدي اترك له هو اذا ايمتى بيخطر على باله يرجع او ما يرجع. بهالوقت هيدا كان في طلاب لبنانيين، انا بعرف صرنا فتره كان في طلاب لبنانيين ينطروا فصل الصيف لحتى يشتغلوا شوي صغيره مشان يأمنوا شويه مصاري بتساعدهم بالشتويه. اليوم ما في مطعم بتلاقي فيه بقى طالب لبناني، ما في اوتيل، ما في حلاق، ما في ولا اي مهنه بلبنان. صار كمان حق على اللبنانيين هون بهذا الموضوع، يمكن هذا الموضوع بده نقاش طويل، لان كمان اللبناني مش بكل المجالات عم بيقبل انه يشتغل، ما بقى في يعني مش صحيح الكلام بكل مجالات العمل. لا مش صحيح هالكلام، مش عم بيقبل. يعني بالزراعه وبالبناء من قبل الازمه السوريه كان في اتكال على العمال السوريين. على العمال السوريين بس اليوم صار ما عادت قصه عمال، اليوم عم بيجي ناس مثل ما بيقولوا بالفرنسي نون كاليفيه، ما عندهم الخبره. روحي شوفي اليوم بالبناء بلبنان شيء بوجع القلب، شيء بوجع القلب. ليه؟ ما عندهم هالخبره اللي كان يتمتع فيها العامل اللبناني او المهني اللبناني. ليش بطل في مهن بلبنان؟ هلا من 4-5 سنين لليوم ما حدا قال له لواحد روح اعمل نجار، بقول لك لشو بدي اعمل؟ بيجي سوري ارخص وبيشتغل وارخص. كيف بيشتغل هذا غير موضوع، لانه اجوا عم بيسأل في مساعدات دوليه لهم، في الفرق بالمعيشه بيننا وبينهم، حاطط عائلته بسوريا، حاطط عائلته بسوريا وهو قاعد بلبنان عم بيشتغل، وكل اخر اسبوع بيروح على سوريا بياخذ المصاري اللي طلعها بلبنان بيعطيها وبيشتري اغراض من سوريا لانه ارخص من سوريا. طيب دكتور لايمتى رح نضل نحكي بهذا الموضوع وما يكون في شيء تحرك عملي يعني واليات تنفيذيه؟ لا ان شاء الله بيصير لموضوع النازحين. ان شاء الله اني هلا اني بدي اقول لك شغله، كان في عندنا خوف من الارهاب، هلا قصه الارهاب خلصت، هلا الموضوع الثاني سيكون النزوح السوري، وان شاء الله هالموضوع هيدا نقدر نتفق كلبنانيين على هالموضوع هيدا. لمن ما بنعرف، ما دام ما بنعرف قديش عدد اللي خلقوا بلبنان وهود اللي خلقوا بلبنان، عم نجي عم نعلمهم المنهج الدراسي اللبناني. خلقانين بلبنان ما عم نعرف، منن مسجلين لا بالدوائر الرسميه السوريه ولا بالدوائر اللبنانيه مسجلين انه هن سوريين. طيب هود شو بده يصير فيهم بكره؟ طيب ما في وعي عند السياسيين اللبنانيين؟ طيب هود اللي عم بيقولوا بالمئات الالوف صاروا موجودين على الاراضي اللبنانيه، خلوا على الاراضي اللبنانيه والدوله اللبنانيه، والدولة اللبنانية ما معها خبر لا قدي عددهم ولا هن منين ولا شيء. هو بكره شو بيصيروا؟ هو بيصيروا مثل ما بيقولوا ناس ما عندهم جنسية، ما عندهم شيء، تفضلي بتجبرنا بكره امريكا بتقلنا يا بتقبلون يا اما انا بعتبركم انتم دولة عنصرية بدكم تجنسبهم، ولا بعتبركم دولة عنصرية وانا بقطع عنكم السلاح وبقطع عنكم المعيشة. هيدي بدنا نخلص منها اللغة هيدي، بده يقطعوا عنا الامريكان، يقطعوا عنا. وين المشكلة؟ مش إذا نحن كلبنانيين مش قادرين إنه نبني بلدنا بسواعدنا 60 سنة و60 يوم علينا، لما بيصير بقى نضلنا نقول اوعى شو بدهم يعملوا الأمريكان، اوعى شو بدها تعمل هالدولة، اوعى شو بدها تعمل هالدولة، خلصنا بقى. قادرين اليوم نحن
إلنا نقوم ببلدنا بعضلاتنا بسواعدنا مش بالاتكال على الآخرين. اسمح لي توقف مع أول فصل الإعلان دكتور نبيل ومنتابع من بعده حوارنا. نعود مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من الحدث مع ضيفي أنا دكتور نبيل. الأولى دكتور نبيل موضوع المحاسبة اللي حكى عنه الرئيس عون بمعنى أنه كلف السلطات المختصة وتبين أن القضاء العسكري هو السلطة المختصة كما أوضح وزير العدل للتحقيق بما جرى بعرسال بالمعركة بالآب 2014 وتحديد المسؤوليات. هل برأيك يمكن أن نصل هون إلى نهاية بهذا الموضوع أم أنه تجاذبات سياسية و يقال كما يقال السلم الأهلي يمكن يفترض أن يطوى هذا الموضوع وعدم فتح ونكأ الجراح؟ أول شيء منه نكأ الجراح هذا، لأنه طالما يضل في نوع من التفكير عند بعض الناس أنه في مسؤولين وفي وفي وشفنا إيه صار في اتهامات كثيرة يعني. نعم. وشو اللي بيحد من هالاتهامات هذه؟ هو القضاء، هو القضاء يا بيقول أنه في ناس كانوا مسؤولين يا بيقول أنه لا ما كان في ناس مسؤولين. فأنا بقول أنه فخامة الرئيس هون لحتى يوقف هالحملة هاي اللي كانت اللي قسمت اللبنانيين قسمين لحتى يرجع الأمور إلى نصابها راحت الشغلة على القضاء، واليوم على القضاء أنه ما يخضع للسياسيين كان القضاء العسكري أو كان القضاء العدلي أنه ما يخضع للسياسيين ولتدخلات السياسيين. بس انتم كتيار وطني حر يعني سبق انه وجهتوا اتهامات بطرق مباشره وغير مباشره يعني بوقت المعركه بال 2014 وحتى يعني مؤخرا. افترضتوا انه صار في تقصير، انه لازم المعركه تكمل، سمعنا تصريحات يعني علنيه. بدي اقول لك شغله، من عسكريين بعض العسكريين بيطلعوا بيصرحوا بيقولوا انه كان عندهم القدره انه بوقت اللي صارت انه يحرروا الأسرة من الجيش اللبناني. طيب لما كانت انه يقدروا يبعدوا الارهابيين عن عرسال ومناطق الجرود، هن العسكريين اللي عم بيقولوا. طيب انا ماني عسكري وانا ما بعرف، انا انسان انا مدني بشتغل سياسي. طب لما العسكري هو اللي عم بيقول معناتها انا هون في علامه استفهام. ايه بس هون كمان وانا لما بعرف انه وزير دفاع بهداك الوقت قال في ارهابيين بالمنطقه، قاموا السياسيين بعض السياسيين بهداك الوقت قالوا لا ما في ارهابيين، انا بدي اسال ارجع اليوم اعرف اللي قالوا ما في ارهابيين، ما بدي اسالهم قال لهم كيف عرفتوا انه ما في ارهابيين؟ وعلى اي اساس انتم طلعتوا قلتوا ما في ارهابيين؟ واللي قال في ارهابيين بدي اساله شو المعلومات اللي كانت عندك مؤكده او كانت معلومات سياسيه؟ بس هون سمعنا الرئيس بري عم بيدافع يعني عن الرئيس سلام وعن العماد اهوجي وعن كل يلي وجهت اصابع الاتهام لهم بهذا الموضوع، وقال انه كلنا بنعرف انه بوقتها كان في هيدي الحساسيه المذهبيه والطائفيه، هو فعلا يعني بوقتها قد ايه سمعنا تحذيرات انه بده يمكن ينقسم الجيش ويمكن يصير في انشقاقات. عظيم. وفي مدنيين بعرسال. عظيم. يعني كل هالكلام عشناه بال 2014 وعم نرجع هلا نسمع المدافعين عنهم عم بيستندوا لنفس المعطيات. دقيقة خلينا نكون واقعيين هون، كلام اللي قاله الرئيس بري عم بيقول مش معناتها عم بينفي عدم وجود مسؤولين، عم بيقول انه في مسؤوليه كانت ولكن حفاظا على السلم الاهلي صار اللي صار. طيب انا اليوم هاللي طلعوا اليوم عم بيحكوا وعم بيتهموا الجيش وعم بيتهموا السلطه السياسيه كمان نفس الشيء، بدنا نعرف إذا كان وقتها كان حفاظا على السلم الأهلي وإذا اليوم كمان على السلم الأهلي، ليش اليوم أنا بدي أقبل الاتهامات اللي عم بيوجهوها للجيش وعم بيوجهوها للسلطة السياسية وبهذاك الوقت بدي أقول لا ما كان في اتهامات للسلطة السياسية؟ لا ما بيصير، يا بدي أكون عادل. أنا عم بحط الموضوع ككل، أنا اليوم مش ما حطش فخامة الرئيس بس قصة بال 2014، حط كل الموضوع إنه خلي يصير في تحقيق تنعرف، لانه بعدين بالنهايه في شهداء في اهالي بقيوا ثلاث سنين ناطرين اولادهم وما في ولا اي جواب كان من السلطه السياسيه عن قصه اولادهم، كمان هيدا الموضوع بيستحق
اكيد حقهم أنا يعرفوا شو صار ومين قصر بلدان العالم. بس اليوم الوزراء اللي كانوا حتى مشاركين بالحكومه السابقه يعني سمعنا اكثر من وزير عم بيقولوا والخبريه نفسها كلهم خبروها انه لما حضر العماد جان قهوجي وقال لهم انه في قدره وانما التكلفه سوف تكون كبيره جدا يعني بمعنى الخسائر البشريه التكلفه البشريه بين عسكريين ومدنيين. فمشان هيك هون قال تريست الحكومه بوقتها ليش ما بنسحب هالموضوع من التداول بالصحافه وبالاعلام وغيره وبنتركه لا بالنهايه اللي هن اصحاب الشؤون او اصحاب الحق بالتحقيق. خلينا نروح للقضاء. اول شيء بنكون سحبنا الفتيل من الشارع وراح على القضاء، وهو القضاء ممكن يحقق بكره مع العماد قهوجي ويقول له العماد قهوجي انا قلت كذا وكذا وكذا. السياسيين بيتحملوا مسؤوليه، العسكر بيتحملوا مسؤولية، والموضوع ما بيعود بالتداول بالشارع وهودي معه وهودي ضده ويتقتلوا الناس مع بعضهم بسبب موضوع قادر القضاء يحسمه. نعم. بدي انتقل لموضوع تاني، موضوع الضرائب، قانون الضرائب، الطعن يلي تقدموا فيه 10 نواب للمجلس الدستوري. اليوم كل هذه الضرائب معلقة إلى حين عقد المجلس جلسته وبت هذا الموضوع. شو تعليقك يعني على مسار هذا الموضوع، خصوصا وانه يعني موضوع الضرائب اليوم في حاله عامه رافضه لهذا الموضوع من كل اللبنانيين؟ بدي اقول لك شغله، ما فيني انا يكون معي 100 ليره بجيبتي وانا متوجب علي ادفع 150 او 200 ليره، طيب هال 100 الثانيه منين بدي اجيبها؟ منين بدي اجيبها؟ ما بقول لك في مصادر كثيره. عظيم. وقف الهدر، عظيم. وقف الفساد، وقف الهدر. طيب شفنا انه الموظفين وكل الناس والاساتذه ما عادوا ينتظروا وقت اللي طلع فخامه الرئيس قال خلينا ننطر الموازنه، اصدار الموازنه تنعرف كيف وين قادرين نحن انه نخفض الانفاق، وين قادرين انه نخفض من السرقات والفساد. ساعتها فينا نعمل سلسله تكون متوازنه مع الموازنه. بس اليوم لا، واصرار بعض السياسيين واصرار الكل انه على اصدار السلسله قبل شو اسمه وقعنا بالمشكله وقعنا فيها. فخامه الرئيس ترك الموضوع عنده شهر، مش تركه شهر ليتلذذ بوجوده يعني، حتى لي يعمل كل الاستشارات اللازمه مع الاقتصاديين ومع الارباب العمل ومع الموظفين ومعه ومعه ومعه. كان في اصرار من الاثنين انه كل واحد واقف عند حدوده، مثل ما صار لنا من سنين لهلا يعني واقف عند حدوده. مجرد كل واحد واقف عند حدوده قال له لمجلس النواب تفضل لك، انا كرئيس جمهوريه واجباتي انا عملتها، لانه بالنهايه رئيس جمهوريه ما بيقدر انه يوقفها. كان اذا رجع على مجلس النواب، برجع مجلس النواب رجع صوت عليها عنده 15 يوم تمشي بدون راي رئيس الجمهوريه. بس ما كنا بنقدر يعني بالاصلاحات يلي تمت مناقشتها بمجلس النواب وباللجان المشتركه وعلى ما نطروا سنوات، ما يعني كان لازم ننطر الموازنه لهيدي الاصلاحات. أكيد. يعني أكيد. مثلا تهرب الضريبه، الاملاك أكيد. البحريه اكيد الاملاك البحريه. وبعدين اذا بتعرفي لما بيقول لك في 700 مليون دولار تليفونات للموظفين وللوزراء، طيب هودي وحدهم بيدفعوا تقريبا ربع السلسله او نص السلسله، اوكي؟ طيب ما نطروا لما الايجارات، لما بنعرف انه في بنايه عم تتعمر واحدى الادارات مستاجره هالبنايه اللي بعد ما خلص عمارها عم تدفع وبنفس الوقت عم تدفع مطرح ما قاعده. بعدين الاملاك البحريه، انه انا لما بيجي اليوم بعرف انه المتر على البحر بكل المناطق بخديها من اي شط بدك اياه بيتراوح المتر بين 3000 دولار وال 10000 لل 15 20000 دولار. انا بدي اجي اقول انه انا هذا الزلمه له سنين عم بيستغل هالاملاك هيدي، بدي اجي اقول له بس اليوم تدفع على المتر كذا، لا هيدي فساد هيدا. بس دكتور ما هن نطروا من 2012 يعني و2013 طيب و14 و15 و16 وصرنا بال 2017 يعني ما بقى عندهم ثقه كمان بهيدي السلطه. ما فينا نقول ما نطروا. قدي قلنا، انا ماني عم بلومه بس انا قلتها مثل اللي عم بيلحس المبرد، الطريقه اللي انعملت مثل اللي عم بيلحس المبرد. بلدنا صار بلد كثير غالي،
لأنه بلد صناعي تنقول آخر همنا السياحة والخدمات، مش فرقانة معنا، نحن عنا صناعة عم نصدر آخر همنا. لنا بلد زراعي تنقول نحن متكلين على الزراعة تبعنا، نحن بلد خدمات. أنا قلت له البلد خدمات شو يعني؟ بلد بيجي سياح عليه وشوية لبنانيين من برا بيعطوا مصاري. اليوم إذا سايح لبناني بده، سايح أجنبي بده يجي على لبنان، بدي أعطيك مثل صغير. بفرنسا بيكون ماشي بمحطة المترو بلاقي أفيش طويلة عريضة، بيبقى حاطط له 650 مثلا أورو، بيروح على إسرائيل مدة أسبوع، أوتيل 4 نجوم بلس، كله عروض مغرية يعني، مع تيكت الطيارة، مع أخذ من المطار، مع 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 كل هالأشياء هيدي. طيب إذا بده يجي على لبنان، تيكت الطيارة على لبنان من بريز لهون بالألف يورو، 1000 يورو طيب حتى يجي على لبنان تيكت، بعد لا قاعد بالأوتيل ولا أكل ولا شرب ولا عمل شيء. فيك تفوتي هاي الصيفية كلها سوا، فيك تفوتي على مطعم تحت $50 المشي، هذا بعتبرك مطعم رخيص. طيب هم مسؤول عنه وزارة السياحة، يعني زيادة شو بدها تعمل لك وزارة السياحة؟ لمن نحن منا قادرين نظبط بلدنا، شو اللي قادرين نعمله وشو قادرين لازم ندفعه؟ يعني لعنا اوتيلات بلبنان تبلش من الطبقة الوسطى الفقيرة للوطأة الوسطى للأغلى للأغلى، ما عنا اوتيلات. نحن ما يعني يا عنا اوتيل 4 نجوم وما فوق، يا ما عنا شيء. طيب هالسيح الاجنبي اللي بده يجي اللي قادر يدفع على نجمه وحده اوتيل، ما عنا اياهم. تاكسيات، وين المواصلات؟ ما في مواصلات. اذا اجى سايح اليوم بده يجي مده اسبوع على لبنان وبده يتنقل، كوني اكيده بالجمعه اللي بيجيها بشوف الاوتيل وحوالي الاوتيل اكثر من هيك ما بيشوف من عجقه السير. طيب ما نحن هون نعرفهم دكتور، ما نحن اتكلنا على الاصلاح والتغيير. طبعا يعني مليون يعني قال له انت انت بالقصر اذا تكتل الاصلاح والتغيير عم بي يعني انا عم بحط لك وين يشكي. لا مش عم بشكي، انا عم بقول لك وين نقاط المشكله اللي عندنا بلبنان وهي اللي بدنا نصلحها. انا ماني عم بشكي بس قصدك انه بعد ما حلكم تصلحوا يعني وتغيروا. قال له ايمتى انت بالقصر؟ قال له من امبارح العصر. هلا بمده سنه بالوضع السياسي اللي نحن فيه ووجود الارهابيين والنازحين وكل اللي حوالينا والعين، انه بهالسنه هذه اللي جينا فيها على الحكم ما صاروا سنه بعد، انه لازم الدنيا كلها سوا تتغير بفرد سنه. شو هي عصايه سحر يعني؟ لا بس هون بنسمع اصوات بتقول يعني حتى ما لمسنا، شو بده انه هيك بدايه ما لمسوا كل اللي صار ما لمسوه. لا معلش، كان البلد منقسم متقسم على بعضه كله سوا، صار في شبه اجماع، هي واحد. طيب هيدي بحكم التسويه اللي صارت. اثنين على القليله صار في قانون انتخابات، هلا منيح مش منيح بس صار في قانون انتخابات. نحن عم نحكي على مستوى الفساد الاصلاح، هيدا يعني الموضوع. عم نقول لك على مستوى طيب فيك تصلحي فساد بالعده اللي كانت موجوده؟ طيب كيف بدي صلح اذا عندي انا عده مهريه؟ فيني صلح حصان؟ فيني صلح موتور؟ ما فيني اعمل. فاذا انا بدي اول شيء بلش بالعده اللي عندي اياها. تصلح العده بدي بقى اول شيء بدي اعمل وفاق سياسي بالبلد تقدر يكون عندي عده شغل اقدر صلح فيها. عده الشغل اللي عندنا اليوم مهريه بالبلد معشش فيها الفساد. ليه هالقد معولين على القانون الانتخابي يعني يقلب السلطه السياسيه؟ مش بس القانون الانتخابي، مش يعني؟ بس عندك بكره التعيينات، عندك 100 شغله. هاي بس بدي اعطيك مثل بالجمارك، بين ما كانت وبين ما هلا صار بظرف شهرين او 3 اشهر فرقت الجمارك 30%. معناتها عدة الشغل إلها أهمية. اليوم بدك تشوفي التعيينات اللي بدها تصير، بدنا نخفف شوي وقد ما فينا نحترم الطوائف ونحترم الأديان ونحترم اللي بدك إياه، بس نجيب من كل الطوائف الكفاءة في ناس كفؤين. نعم. طيب دكتور تحققتم موضوع الضرائب والقانون، شو بتتوقع يحصل بهذا الموضوع؟ إنه يرد المجلس الدستوري لهذا القانون أو يرفض الطعن؟ أنا رأيي أنا رأيي رح ما رح يوقفوا، رح يضلوا قانون الضرائب ماشي اكيد. شو عندهم حل تاني؟ لا لانه هو الطريقه اللي تقدمت فيها هي انه كان في شوائب بعمليه التصويت على الموضوع، انه في محلات في دفع ضريبتين. طيب هي دفع الضريبتين هذه كلنا عارفينها وموجوده من قبل. ما في بلد بالعالم بيجي بيجمع لك اللي الاموال اللي بدك تدفعيها بلس ضريبه برجع بحط تي في عليها، يعني عم ندفع ضريبه مرتين. هي منا قانونيه اساسا.
منا قانونيين. بيجي بيقول لك بتحطي ورقه، بتحطي طوابع، بعدين بتدفعي جمرك وكلهم هو بتدفعيهم، شوي بيقول لك TVA على الاجمالي على الكل. كيف هيدي؟ وين باي بلد بالعالم هيدي موجوده؟ ما في بلد بالعالم موجوده. ما اسمها القيمه المضافه، ضريبه على القيمه المضافه، ما اسمها ضريبه. عم بتحط ضريبه وضريبه 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 كله على كلمه. هي مش هلا اني الموضوع مفروض فينا اليوم كمجلس نواب حالي واللي بده يجي بعدين، انه يصير في اقتراحات قوانين بتص انه نصلح القانون الضريبي اللي عندنا بلبنان، وكل هالامور اللي فيها شوائب باللي صار بالضرائب انها باقتراحات قوانين او مشاريع قوانين من الحكومه انها تتصلح. نعم. هلا انعمل القانون على عجل، وشفنا انه تحت ضغط الشعب والناس وغيره، وكنا نقول لهم، انا شخصيا قلت لهم، لان قلت لهم عم تلحصوا المبرد، عم نغلي بلدنا وما رح تربحوا، هون رح يعطوكم اياهم، رح يروحوا هيك بخمس دقائق رح يطيروا. انا كنت بفضل بدل ما اعمل هيك انا اجي اقول له للمواطن، تعال حبيبي انا بعطيك شيك مدرسه لاولادك، انا بعطيك شيك طبابه، انا بعطيك شيك كهرباء، اعطيه هودي افضل بكثير من اني زد له 300,000 والضرائب اللي بتجي بعدين عليه منه تطلع 500,000. يعني قيمة الشرائية تبعه رح ترجع، ما رح تعلى القيمة الشرائية تبعه. أنا بفضل كنت أعطيه حوافز للناس، أعطي خدمات للناس، أعطيهم كهرباء، مي، مدرسة، استشفى، قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة. مقدمينه نحن كتيار وطني، وأنا مقدمته، وأنا بكل اللجان من الفرعية للجان كلها سوا، من 2007 لتاريخ اليوم بعده عم بيدور، ما بتعرفي وين هو، يعني قد ما عم بيدور داخ ونحن دخنا معه. طيب هذا ليش معه؟ هذا انا اذا اعطيته للناس اهم بكثير بكثير. اذا عم بيدفعوا الناس بالسنه بس هودي ما بيكلفوا الدوله كمان؟ طبعا نحن بدنا اياهم، بس عم انه اليوم العلم لانه الطبابه ما بيكلفوا الدوله؟ لا هودي مدروسين كيف الطريقه انك انك تجيبيهم، مدروس القانون مدروس، ما بيكلف الدولة ولا فرانك، ما بيكلف. قدي عم بيدفع اسيرونسات الناس، خاص ضمان خاص، قدي عم بيدفعوا؟ لما بده يدفع على الشخص 4,000 و5,000 و6,000 دولار بشركة تأمين وقادر مع الدولة يدفع 1,000، أي أفضل له؟ بيكون وفر 3,000. هودي أهم 3,000 من إني أنا زد له معيشه على الفاضي بدون اي طعم. نعم. اسمح لي اتوقف مع فاصل اعلاني دكتور، من بعده بدنا نحكي بالانتخابات الفرعيه وين صارت، الانتخابات النيابيه اللي عم تحكي عن المجلس النواب اللي بده يجي بوقت انه في حاله من التشكيك كثير كبير بامكانيه حصول هذه الانتخابات. رح نحكي عن هالموضوع بعد الفاصل، خليكم معنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة بالقسم الأخير مع ضيفي أنا نائب دكتور نبيل. الأولى دكتور نبيل، الانتخابات الفرعية هل أصبحت وراءنا بشكل نهائي؟ لا ما صارت وراءنا، ليش بتصير؟ مش لازم تصير وراءنا أساسا، ما بقى في وقت، يعني أنه ما في شيء بيوحي أنه هيدي بتعود لوزارة، هيدي بدكم بتعود لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية مفروض أنها تدعي الهيئات الانتخابية. أي بس مع وزير الداخلية بيقول أنه هذا قرار سياسي، وكلنا بنعرف أنه اليوم هلا شكليا عندنا مشكله بهالبلد، الامر بيد وزاره الداخليه. عندنا مشكله بهالبلد، بذكروني بهو تمثيليات فيروز بيقول له حق مين؟ بيقول له هن، مين هن؟ هن خي سمي هاللي عم بيعطل هالانتخابات هيدا، ليش ما بنسميه؟ انت سميت من شوي دكتور، لمحت انه لما كنت عم تحكي عن الانقسامات داخل تيار المستقبل انه هيدا من احد الاسباب لعدم اجراء الانتخابات الفرعيه بطرابلس. يمكن انا رايي عم بعطي راي سياسي، يتفضل وزير الداخليه يقول بصراحه مين اللي عم ما بده انتخابات. طيب خلى الناس تعرف، ليش بدنا نضلنا الشكوك ببعضنا؟ ليه؟ ليه بدنا نخلي هالشكوك دائما ببعضنا؟ بدي اقول انه انا تيار المستقبل ما بيهمه اليوم يعمل انتخابات. طيب خلص عرفنا تيار المستقبل. بس هيدي اساءه للعهد هون كمان، العهد متضرر من عدم اجراء هذه الانتخابات. اكيد انه عدم احترام الدستور والاستحقاقات الدستوريه، بعض عم بيقول هذا الامر كمان مؤشر سلبي للانتخابات النيابيه المقبله، انه مثل ما استخفينا بهذا الاستحقاق يمكن ان نستخف بالاستحقاق المقبل. لا اسباب واسباب عديده. انا عم بقول لك انه مفروض وزير الداخليه يسمي. أنا هون بشد على إيده لوزير الداخلية إنه يطلع
ويسمي يقول مين ما بده الانتخابات. هيدي كلهم، مين كلهم؟ انا بعد بالنسبه لي التعميم هو للتعميه، دائما بس تعممي معناتها عم بتعمي عن الموضوع، عم تعمي عن، خلي يطلع وزير الداخليه ويسمي. طب ليه هون كمان ما بيطلع الرئيس وبيسمي كونه متضرر كعهد؟ بدي اقول لك شغله، رئيس الجمهوريه مش من صلاحياته هيدي، رئيس الجمهوريه يجمع ولا يفرق بين الناس، بس على اليوم الوزير المختص اذا طلع حكي رئيس جمهورية هو حامي الدستور كمان يعني ما هيدا الامر بضر بالدستور. ببلدنا ببلدنا اذا طلع رئيس الجمهوريه حكي بفزوا كلهم، مش رئيس الجمهوريه هو اللي بيقرر، بيروح على اتهامات. اليوم التكنيسيان بهالموضوع هو وزير الداخليه، هو اللي عنده كل المعطيات بين ايديه، خليه يقول انا بدي ادعي الهيئات الانتخابيه والفريق يلي ما بده سمي خلص، ما في اسهل من ساعتها، ما تصير ما تصير، بس على القليله الناس يعرفوا مين، مش يضل الشكوك بكل الناس فينا وبغيرنا، لا، اذا نحن اللي عم نعطل خلي يتشهر فينا انه نحن اللي عم نعطل، لحتى اللي بس تيجي الانتخابات الثانيه الناس يكونوا على بينه مين عم بيعطل. على كل حال ضيق الوقت والمهل يعني ما بتوحي انه بعد بالامكان اجراء انتخابات فرعيه من الناحيه المنطقيه، ولكن ماذا عن الانتخابات النيابيه العامه المتوقعه بايار المقبل لحتى يطلع يعني اليوم الرئيس بري ويحذر وينبه انه يحذر بنوع من انقلاب اذا ما بدها تجرى هذه الانتخابات وفليجربوني وما الى ذلك، كمان الوزير باسيل عم بياكد على ضروره اجراء وكانه يعني فعلا في اجواء ومعطيات جديه على نوايا لعدم اجراء هذا الاستحقاق. يمكن هذه كلها تحذيرات لتصير الانتخابات، مش معناتها تما تصير الانتخابات. وانا بقول انه دائما نحن مشكلتنا بلبنان كل شيء بنعمله اخر تك، شفنا انه الانتخابات ظهرنا اخر تك، انه لولا ما صار القانون الانتخاب يمكن اليوم حدا بيعرف وين كان صار البلد. عملنا هالقانون الانتخاب في شوائب كثيره ضمن هالقانون، صار له كذا وقت صدر وما حدا عم بيتجرأ، ما هيدي الملامة كمان، ما حدا عم بيتجرأ يطلع يقول في شوائب بهالقانون هيدا خلينا نصلحها قبل ما نوصل لاخر تكه، هيدي مشكلتنا، في شوائب، انا عم بقول لك في شوائب. ما هو وزير جبران باسيل خرج بعد يوم او يومين من اقرار القانون ودعي لاجراء تعديلات. طيب بس شو عملتوا بهالاطار؟ لا اجتمعت شي لجنه، لا اجتمعوا النواب بهالموضوع، مددتوا يعني بحجه البطاقه الممغنطه، طيب ما شفنا ولا شيء معي دكتور له علاقه بهيدي البطاقه. بدي اقول لك ما كمان ما في شيء يوحي بالثقه يعني. المشكله انه بيحطوا الحق دائما على النواب، مع انه النواب مشكلتهم الله يساعدهم النواب ومني وبالجر، يعني مين بهالبلد هيدا مين اللي بيقرر؟ مين بيقرر؟ في التكتلات السياسيه هي اللي بتقرر والرؤساء التكتلات. طيب بس ما انتم تكتل يعني سياسي اساسي. بدي اقول لك شغله، عمل شغله فخامه الرئيس وقت قصه سلسله الرتب والرواتب، جرب يجمع اللبنانيين من كل كان سياسيين والكان اقتصاديين تيقدر يخرج بتفاهم معين بالنسبه لهالسلسله. فاتوا لجوا صار مثل برج بابل مثل ما بيقولوا، فاتوا بقضيه انتهوا بقضيه ثانيه، اضطر انه بالاخر رجع يقول له يرجع يمضي اخر تكه. ما هيدي مشكلتنا انه التفاهمات السياسيه اللي موجوده بالبلد كل واحد ما حدا عم بفكر بالوطن، كل واحد عم بفكر بالشقف اللي هو قاعد فيها مش بالوطن. بس فكرة الوطن منا موجودة عند المواطن. التيار الوطني الحر جزء أساسي من هالتركيبة اللي عم تحكي يعني عنها. أنا جزء أساسي، أنا أمثل يمكن ما عمل لومك كشخص بس عم نمثل التيار. نحن كتيار وطني بنمثل بهالدولة اللبنانية 22 نايب على 128 أو 127. رئاسة الجمهورية اليوم انبثقت من التيار الوطني الحر، شو عنده صلاحيات رئيس والامال كثير كبيره يعني شفنا شو عنده شو عنده اليوم لو ما شخصيه رئيس الجمهوريه بقول لك ما كان بيصير شيء بهالبلد، بس لانه في شخصيه العماد عون وقوه العماد عون هي اللي عم تقدر انها تقوم بعمليات التغيير. ولكن اذا بدنا ننطر الدستور اللبناني شو بيعطي صلاحيات لرئيس الجمهوريه ما كان بيصير شيء، ما كان بيصير شيء، خلينا نكون واقعيين. قلت لك ما حدا عم بفكر الوطن، اللي كان بالنسبه للتنسيق مع سوريا لاخر بنايه عم تتعمر بالبلد، كل واحد بفكر بنفسه،
ما حدا بفكر بهالبلد هيدا، ما حدا عم بفكر. طيب دكتور نبيل، لأن الوقت رح ينتهي، الانتخابات إذا برأيك رح تصير؟ أنا بالنسبة لي لازم تصير. عم يعني الماكينات الانتخابية عم تكون شغالة عندكم كتيار وطني؟ نحن حاضرين، وهلا لي على كل حال في استفتاءات لحتى لمشان المرشحين اللي رح يكونوا. بالنسبة لنا الفرعية معروف وين وجودنا احنا، ونحن مع، لأنه بالنسبة لنا منا انتخابات خسيرة تنقول نحن ما بدنا، ما حدا في يتهمنا انه يتهمنا. والانتخابات العامة بلشتوا تحضروها؟ أكيد بلشتوا تزفتوا؟ عم نشوف بمناطق زفت، بمناطق لا، يعني بالمتن ما كثير عم نشوف. أنا زفت أول شيء بلشتوا تعملوا حملات هيك بهذا الإطار؟ أنا أول شيء ضد فكرة الزفت الانتخابي. طيب كما أني ضد الصحة الانتخابية، يعني وزارة الصحة بلبنان، أنا ماني عم بحكي عن الوزير الحالي، بس هي السياسة الصحية بلبنان هي سياسة صندوق انتخابي، إنه بيجي واحد بيساعد فلان وعلان، كله هيك بنشوف توظيفات، بيجي وزير أخرى، بيجي وزير يعني أشغال، بيجي وزير أشغال نفس الشيء. أنا لما وزير أشغال بده يقول لي أنا عم بشتغل انتخابات بدي زفت وين بقدر أنا أشتغل انتخابات، هيدا أنا بالنسبة لأني منا وزارة أشغال. من هو قال لك هيك؟ ما سمعنا ولا مرة الوزير فنيانوس عم بيقول هيدا الكلام. قال علنا هو بده يشتغل انتخابات. وين قال؟ بتصريح صحافي؟ قال يعني قدام كل النواب، وقال بمجلس النواب، وقال فيك تسألي كل النواب. قال أنا بالنسبة لإلي عم بشتغل انتخابات، مني أنا كاريتاس. هي واحد وزير أشغال ما له حق يقول أنا عم بشتغل انتخابات، لا ما له حق، لأنه في طرقات وفي انماء، بده يكون انماء متوازن بالبلد. مجبور وزير الاشغال، شاء ام لم يشاء، مجبور انه يقوم بعمليه الانماء. وين الطريق اللي لازم تتزفت بزفتها؟ مش لها علاقه بالخلاف السياسي يعني بينكم وبين؟ لا ما خصت الخلاف السياسي، لا بينكم وبين تيار لا 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 ما خصت الوزير فنيانوس. لا 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 ما خصت، لانه انا بقول لك لما بيجي بزفت سطح بيت مثلا، يمكن بالمتن الشمالي، بالمتن الشمالي ما خصت المرض، او المتن الشمالي ما خصهم بالموضوع. أنا اللي عم بقوله وزير الأشغال بده يكون لكل لبنان، بده يكون في انماء متوازن، مش بده يكون أنا بحط زفت فوق الزفت بمنطقة معينة وبمنطقة تانية لأنه في منهم من رأي السياسي. أنا ما بقول لهم ما حتشوفوا شيء، أنا شخصيا أعطيته في كروكيات انعملت من أيام الوزير زعيتر، وكان في موافقة عليها من أيام الوزير زعيتر، مدورة من أيام الوزير زعيتر. اليوم جينا اليوم ولا وحدة من اللي انحطت لا فيها إلى طريق خاص، لا طريق بيتي ولا طريق ابن عمي ولا طريق ابن خالي ولا طريق، طرقات عامة ما بينمشى عليها اليوم إلا بالتراكتورات بدك تمشي عليها، بس لأنه إكس من الناس هو طلبها أنا بدي عاقبه، أنا ما رح أعطيه يعملها. مش عم بيعطيني لا لبيت بيي، عم بيمروا علي المرضى، وعم بيمروا علي الطيار، وعم بيمروا علي القوات، وعم بيمروا علي كل الناس. الوزير ما مفروض فيه، وخصوصا لما هو وزير انماء لكل الناس. بكره بنشوف شو بصير بالشتاء، انا بخليه يروح يشوف وزير الاشغال، مش هو شخصيا عنده بوزارته، في عنده مصلحه خاصه، مصلحه معروفه، تتفضل تروح تشوف اليوم الانايات الشتويه اللي هي من اختصاص وزاره الاشغال، مليان زباله، مليان تراب. بكرة أول شتوي شو رح بيصير؟ نبلش نبكي، بتروحوا أنتوا الصحافة بتصوروا وخلصت القصة هون، تصورنا وخلصنا. لا، الوزير مفروض أنه يقوم بعملية استباقية لهالموضوع هيدا، مش بده ينطر آخر تكي وأنا بدي يقوم بعمل كيدية، لأنه نبيل نقوله مني أصحاب أنا وياه أو راسه ما بيعجبني أنا، ما إذا طلب شيء لمنطقته أو لمحل معين أنا ما بعطيه. نعم، لحتى أختم، التحالفات بلشتوا تحضروا لها أو بعد بكير؟ بكير بعد للتحالفات، بس مبين هيك شوي بمحلات انه في تحالفات مستحيله، باماكن اخرى تحالفات ممكنه. لايك القانون مثل ما هو، ما فيش ضروري يكون في تحالفات، كل واحد خلي يبين عن حجمه قد ايش هو، مش ضروري يكون في تحالفات. انا بشكر حضورك معنا اليوم دكتور نبيل الاولى، انا في تكتل التغيير والاصلاح، اهلا وسهلا فيك من جديد. ايضا بشكر متابعتكم مشاهدينا هذه الحلقه، والى اللقاء.